الملك عبد العزيز رحمة الله عليه زار القصيم، وطبعا استقر في مدينة بريدة لمدة 3 شهور، وتعرف هذه المدة طويلة. وكان الشيخ صالح رحمة الله عليه شاب متحمس في ذلك الوقت، وكان وكيل المدرسة الوحيدة ببريدة، فدرب الطلاب على الأناشيد وعلى استقبال الملك في المطار، حيث افتتح مطار بريدة لأول مرة عام 66، وافتتحه الملك عبد العزيز ب7 طائرات في ذلك الوقت. ولما وصل إلى بريدة كان الجميع مصطفين، الطلاب والمدرسين والأعيان والأهالي كلهم مصطفين لاستقبال الملك عبد العزيز رحمه الله. ودرب الطلاب على الأناشيد التي نظمها بنفسه، فكان الشيخ رحمه الله قد نظم بعض القصائد أو بعض الأناشيد الترحيبية بجلالة الملك عبد العزيز رحمه الله. من ضمن هذه الأناشيد يقول: أهلا وسهلا بالمليك ومرحبا بالقادمين، حيا له يوم عظيم حل السرور في القصيم. ونشيد آخر مطلعه: بريدة تزهو على العالمين بمقدم خير الملوك الكريم. وأعد الشيخ صالح قصيدة طويلة ترحيبية بالملك عبد العزيز، وأراد أن يلقيها أمامه، فذهب إلى مدير المدرسة الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سليم وطلب منه التوسط لإلقاء هذه القصيدة أمام الملك، فاعتذر لعدم قدرته على ذلك، وأنه ما لا يستطيع أن يسمح لأحد بإلقاء قصيدة. ولما يأس من مدير المدرسة ذهب إلى أمير المنطقة، أمير منطقة القصيم سمو الأمير عبد الله الفيصل الفرحان، وأبدى له رغبته بإلقاء قصيدة أمام الملك، فاعتذر أيضا أنه لا يستطيع أن يصرح له بإلقاء هذه بإلقاء قصيدة. فدخل الشيخ صالح على مجلس الملك، ومجلس الملك مكتظ بالمستشارين وبرجال الدولة في ذلك الوقت، وبأعيان مدينة بريدة والمشائخ، من ضمنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس محاكم المنطقة وأعيان بريدة في ذلك الوقت، ووقف أمامه واستأذنه بإلقاء قصيدة، فألقى فأذن له. فلما أذن له قال قصيدة مطلعها: بشراك يا ملك الإسلام بشراك، وخادم الحرمين المجد مسعاك. تصور أنه ينادي الملك عبد العزيز بخادم الحرمين في ذلك الوقت، وأنا لم أسمع بأحد نادى الملك عبد العزيز بخادم الحرمين قبل الشيخ صالح العمري، وهذه سابقة طبعا تحسب له. فللقصيم وبالإخلاص تعرفه شوق عظيم إلى لقيا محياك، وللقصيم حنين في توجده جل أمانيه أن يحظى بلقياك. أهل القصيم لقد حياك شاعرهم عن الجميع بما في القلب حياك. فسر إلى آخر القصيدة، فسر الملك عبد العزيز بهذه القصيدة، وأثنى على أهل القصيم وأنهم محل محبته وثنائه، ولهم سابقة معه وتحت لوائه في توحيد المملكة. فاستحسن هذه القصيدة استحسانا جيدا، وأثنى على الشاعر.